طيب يا مامي، اوكي حبيبتي، الحمد لله على سلامتك، باي. داخلين من البوابة خلاص. طب انا هروح افتح له. استني يا فوز، زي ما اتفقنا، ها علي سافر يقضي كام يوم مع اصحابه. وانا بس اللي قلقني لما تسأل هو قافل الموبايل ليه؟ يا جد ما انا قلت لك قبل كده في اماكن في سينا كتير قوي ما فيهاش سيجنال، فده طبيعي يعني. الحمد لله على السلامة. ازيك يا فايزة؟ نورتي البيت يا هاني. الحمد لله على السلامة يا راجل بيه. حبيبي يا حبيبتي. عاملة ايه؟ الحمد لله. لو السفر بيحل بالشكل ده المرة الجاية تاخدوني معاكوا. ها؟ راجي برضه بيقول لي كده. ازيك يا بابا؟ ازيك يا حبيبتي، وحشاني. وانت كمان وحشتني يا بار. انت كمان. امال فين علي؟ علي سافر سينا مع اصحابه يقضي كام يوم كده. الحمد لله على السلامة يا جماعة. شفت العربية قلت لازم اجي اسلم عليكم قبل ما اروح مشواري. ازيك يا نانسي؟ الحمد لله على السلامة. قلبي عندك يا حبيبتي، ان شاء الله هتلاقيه. هو مين ده اللي هنلاقيه؟ هو محدش قال لك ولا ايه؟ قال لي ايه؟ هو في ايه؟ في ايه يا بابا؟ علي فين؟ من يوم انتوا ما سافرتوا لم هدومه ومشوا، ما احناش عارفين نوصل له. والله انتوا على الكنبه. راح عليها يا جماعه. روحي يا بنتي ادي لها ازازه رحمتها جايه من ورا. ساعدوني، انتوا على الكنبه هنا. بالراحه بالراحه. بسم الله يا بنتي. تعالي قعدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسرعه يا لينا. طلعها يا ابني شويه. مروان خد يا ابني شنطتها، شوف فيها ازازه برفه ولا حاجه. لا يلا يا ابني. علي علي، اشهد ان لا اله الا الله. الحمد لله. اشهد ان لا اله الا الله. انا هطلب الاسعاف على فكره. لا استني يا نانسي، انا هكلم الدكتور نبيل. علي علي فين؟ جاي. علي فين؟ جاي. علي جاي ان شاء الله. شبرا يا اسطى. ايه؟ راح شبرا؟ لا يا صاحبي والله مش شغال. انا مش فاهمه احنا ما نقلناهاش المستشفى ليه؟ الله، طب المفروض حد فينا يدخل لها. ايه دي لو سمحتي، مفيش حد بيستحمل. كفاية اللي انت عملتيه. اللي انا عملته؟ وانا كنت اعرف منين ان محدش فيكوا قايل لها؟ وبعدين هي كده كده كانت هتعرف، دي مسألة وقت مش اكتر. هو انت عرفت منين؟ اروى مش كده؟ مش وقته يا جماعة. دكتور نبيل اتأخر قوي، هو بيعمل ايه كل ده؟ المواضيع اللي زي دي بتاخد وقت شوية، مش بسرعة زي ما انت متخيل. ايه الاخبار؟ لسه مفيش اخبار. خير ان شاء الله. ايه يا عمي؟ الهام عامله ايه؟ الدكتور لسه عندها. لا لا ناوي عليها يا كمال. ما تقلقش يا عمي، الهام قويه وان شاء الله هتبقى كويسه. قويه ايه؟ اللي شافته في حياتها يهد جبل. انا هدخل اطمن عليها. اهو ماله يا راجل، ولو سمحت اول ما تخرج يبقى طمني عليها. مش في داعي تتعب نفسك وتيجي يا كمال. اديك شايف اهو، احنا قاعدين مفيش بايدنا حاجه نعملها. معقول يا عمي اسيبكم في ظروف زي دي؟ احتمال تحتاجوا اي حاجه. ايه مالكم قاعدين كده ليه؟
تقلقوش ان شاء الله كل حاجه تكون كويسه. في ايه؟ ايه اللي حصل؟ اسالي مامتك. يا دكتور جميل طمني، ايه الاخبار؟ حاله ضغط عصب جديد هي السبب في انها تفقد الوعي، بس دلوقتي النبض انتظم والضغط رجع طبيعي. انا كتبت لها على مهدئات واحتاج اشوفها بعد اسبوع ان شاء الله. طب يا دكتور العلاج ده هيطول؟ والله الحكايه دي هتطول شويه، مع الراحه والادويه هتبتدي تتحسن بالتدريج، واهم حاجه تبعدوها عن اي توتر. طيب مش كنا نقلناها المستشفى احسن يا دكتور؟ حاليا ملوش لزوم، بس الافضل انها تبعد عن البيت الفتره دي لحد ما تتحسن شويه. وانا تليفوني مفتوح لو في اي حاجه كلمني على طول. متشكر يا دكتور. يا فضل. يلا يا نانسي خدي بنتك وروحوا، وتعالي زوريها لما تتحسن ان شاء الله. الف سلام عليها. يلا يا عرب. انا ما بقتش طايق كلام الدكاتره ده خلاص. ولا انا. انا مش فاهم ازاي علي عمل كده، ازاي يمشي بالسهوله دي بعد ما عرف قد ايه هو مهم في حياتها. ما تظلموش يا مروان، غصب عنه انا السبب، خلقتي معاه هي اللي خليته يمشي. لا طبعا مش انت السبب، ما فيش سبب مقنع اصلا يخليه يعمل اللي هو عمله ده. انا مش ممكن اسامحه. مش عايزه تيجي نشوف ماما؟ مش قادره. ايه يا حام؟ عاش من سمع صوتك يا اخي. ايه الحكايه، انت استحليت القعده ولا ايه؟ ماشي ماشي، أنا هبقى أكلمك تاني يا غالي، مع السلامة. سيبك من التليفون واشرب الشوربة قبل ما تبرد. يلا. بتعمل إيه؟ بتكلم مين تاني؟ بكلم رامز بيقفل في وشي. طالما بيقفل يبقى زمانه جاي، على ما تشرب الشوربة هيكون جه. يلا اشرب بقى. أهو ابن حلال. إيه رامز؟ ايه اللي اخرك قوي كده؟ لكن يوم ما اعلم بالله ربنا خير كفى الله الشر. الست اللي بشتغل عندها ماما وقعت من طولها النهارده، ففضلت قاعد معاهم لغايه ما يودوها مستشفى ولا حاجه، وبعدين قالوا لي امشي. هي كانت عيانه؟ لا لا، ده من الصدمه، ابنها فص ملح وداب ومش لاقينه. هو عيل صغير يا رامز؟ لا يا بابا، ده شاب في سني كده. بعد الشر، وهم اللي بيعملوا كده عاتقين شاب ولا عيل في حكايه الخطف دي؟ ربنا يرجعه لها بالسلامه وما يحرق قلبها عليه أبدا. يا رب يا ماما، يا رب الأحسن، ده هي روحها فيه أصلا. هعمل لك لقمة يا ابني تاكلها، زمانك واقع من الجوع يا حبة عيني. بقول لك إيه يا رامز؟ أيوة يا بابا. أنت قلت لي اسمها إيه الست اللي بتشتغل عندها؟ سلمى يا بابا. والمشتل بتاعها في أنهي حتة بالظبط؟ يعني أنا يا بابا لو قلت لك على المكان هتعرفه؟ ما تزوغش من السؤال، عشان لو اتأخرت أبقى أروح أجيبك من ودانك. ماشي يا بابا، هبقى أكتبهولك بعد إذنك. الحمد لله هي نامت دلوقتي. طمنوا. طمن إزاي بس يا بابي؟ دي حالتها رجعت زي أيام ما كنا بندور على علي. دلوقتي الدكتور بيقول ان الهام لازم تبعد عن البيت الفتره دي، وانا اتفقت مع جدكو انها تروح تقعد عنده شويه لحد حياتها ما تتحسن. طب وكلنا هننقل عند جده ولا ماما بس؟ متهيألي صعب ان كلنا ننقل هناك، بس انا هخلي فايزه تراعيها الفتره دي طبعا تحت اشراف عمي. وانا هتفرغ لها
انا ما عنديش اهم من صحتها وانها ترجع لحالتها الطبيعيه. طبعا وجود عمي جنبها مش كفايه، لازم تحس ان احنا جنبها ونحسسها بالاهتمام. وعلي بيه فين بقى؟ ولا هو يعمل المشكله واحنا نلبس في الحيط؟ احنا لسه بندور عليه، لحد ما نلاقيه لازم نحسسها ان في امل انه راجع. ما رجعش يا بابا. ما تقولش كده يا مروان، علي هيرجع. انا لو اعرف مشي ليه كنت قدرت اتصرف. احنا قلنا لك انه الخانق ما علينا. مفيش خناقه بين اخ واخته تخلي واحد منهم يسيب البيت الا اذا كانت حصلت حاجه غير عاديه. وانتوا ليه كلكم عايزين تلاقوا المبرر اللي عمله وخلاص؟ ليه؟ الحقيقه بكل بساطه ان احنا مش فارقين معاه، وان هو اتلكك لاي سبب تافه علشان يمشي من غير ما حتى يفكر ايه اللي هيحصل بعد كده. خلينا في الهام دلوقتي، احنا بنعدي فتره صعبه، واعتقد ان انتوا كبار كفايه انكم تتحملوا الفتره دي. طب ما احنا كل حياتنا كانت فترات صعبه، ايه الجديد؟ مروان سيبه دلوقتي يا راجل، انا بعدين هدخل له. طب يا عم انا هدخل اقعد جنب الهام، يمكن تحتاج حاجه. طيب واذا عاوزت حاجه بندهلي. حاضر عن اذنك. انا السبب يا جدو في كل حاجه حصلت. مسكينة إلهام، بقى معقولة بعد ما لقت ابنها ترجع تاني تعيش تجربة ضياعه منها؟ يا سلام، صعبان عليكي قوي دلوقتي. في إيه يا هشام؟ ما كفاية الطريقة السم اللي كلمني بيها محمود وإحنا هناك. حرام عليكي يا نانسي، ده راجل كبير، وبعدين موقف صعب برضه يعني ولا إيه؟ هو أنا كنت قصدي يعني إن أنا أقعد أتكلم معاه ولا؟ أيوه عمي، إزاي حضرتك؟ إيه أخبار إلهام دلوقتي؟ وهي دلوقتي هتروح عند حضرتك؟ طب ممكن انا ونانسي نيجي بعد الظهر عشان طبعا يا عمي طبعا. طيب انا هبقى اكلم حضرتك عشان اطمن عليها. حضرتك محتاج مني اي حاجه دلوقتي؟ لا العفو يا عمي. طيب مع السلامه. ايه؟ قال لي بلاش نروح دلوقتي عشان تعبانه. اوعى يكون الراجل ده عامل كل الحكايه دي عشاني، ده يبقى مكبر الموضوع قوي. انت عبيطه يا نانسي؟ اكيد طبعا لا، بس انت عارفه الهام بتبقى حالتها عامله ازاي؟ الله يكون في عونهم بقى. ما انا عشان كده هسكت واتجنبه خالص لما نشوف اخرتها. يلا امال، يلا يا ابني. اتفضل اتفضل راجل، خد بالك من السلام. قعدوها على الكنبه، يلا يلا يا ابني. الف حمد لله على سلامتك يا مدام الهام. علي ما اتصلش؟ طب اقعدي يا ام فاطمه. خلصتي الغدا؟ ايوه يا خالته، طبخت كل اللي قلت لي عليه والاكل على السفره كمان. طب يلا الجهاز عشان تمشي. الغدا جاهز، اتفضلي على السفرة. لا أنا مش عايز، أنا تعبانة مش عايز. لا يا حبيبتي عشان خاطري. يلا قومي. يلا يا حبيبتي يلا يا راجل، كلي أي حاجة. فايزة تفضلي مع الهام، وإذا لزم الأمر تباتي معاه، وأنت تخلي بالك من الفيلا مع إيلان. لا معلش، أنا هبعت بنتي نهاد في الفيلا، هي أشطر من ليلى في شغل البيت. خلاص اللي تشوفيه، ولو حسيت إنك مش قادرة تاخدي بالك من إلهام قولي لي أبعتك ممرضات ساعتك. راجل بيه أنا طول عمري واخدة بالي من مدام إلهام والولاد لوحدي، ما تقلقش حضرتك، كل حاجة هتمشي مظبوط. ماشي. شنطتك فين؟ في المطبخ. اجري جري بسرعة هاتيها وعلى بره عدل. طب ما تخليني اساعدك في لم السفرة يا خالته. لا يا حلوة انا بعرف الم السفرة لوحدي. يلا يلا. ايه
نادي العك ده يابا. بطاطس بالبتنجان زي ما قلت يابا. شكله كده يسد النفس. ما تقعد تاكل يابا ما دام انت رصصت في اللقمه اللي بطفحها. انت كريم؟ اه. مين يا كريم؟ يا اهلا يا اهلا يا باشا يا مرحب. اتفضل يا باشا. ومين الحلوه دي؟ مالكش دعوه خليك معايا انا. عرفت مكان حسن؟ وانا اللي كنت فاكر ان حضرتك جاي تقول لي انك لقيته. انت هتستعبط يا راجل انت؟ يا باشا هستعبط بس ليه؟ انا بواخذ الله. انت عايز نعرف مكان الواد والحكومه نفسها ما تعرفوش؟ لا انت شكلك عايز تشوف الوش التاني يا توفيق. وحياه النعمه دي ابي ما اعرف لابني طريق جر. مصدقني يا باشا؟ لا طبعا مش مصدقك. لو انت وابنك عاملين الفيلم ده علشان الفلوس قول وخلصني. يا باشا ما حدش يقول لي فلوس. لا بس انت عايزني اغشك واقول لك مكانه فين وانا ما اعرفش مكانه. طيب هو حضرتك ما تعرفش حد من صحابه او قرايبه يكون عنده؟ حضرتك تعيش يا ست هاني. طب انا لو اعرف مكانه اخبي ليه؟ ده انا اخدم الباشا بعينيا الاثنين. يعني مفيش امل؟ الامل عند ربنا بقى يا ست هاني. ابني وانا عارفه بير غويط. طالما مش عايز حد يعرف مطرحه محدش هيعرف مطرحه. ابني لا مؤاخذه تربيت يا باشا. وانت يا كريم حسن ما قالكش على مكانه؟ كريم ما يعرفش حاجه لا مؤاخذه. ده انا لسه مديله علقه ما ياخدهاش حمار في مطلع. لا مؤاخذه يعني كريم ده ابيض يا ورد ملوش في الحوار ده. ماشي يا توفيق هقولها لك تاني. لقيته ليك مكافأة. بس لو عرفت انك كنت عارف مكانه ومخبى عليا هتشوف اللي عمرك ما شفته. يلا. تفتكر الراجل ده بيكذب؟ ما اعتقدش. توفيق ده بيحب الفلوس قد عينيه. لو كان عارف حاجه كان قالها. انا على فكره كنت متوقع ان انا مش هنوصل لحاجه بس انت اللي صممتي ان انا نيم. كان لازم احاول. اتفضلي. استني استني انت لينا صح؟ انت ممكن كلامك لوحدك؟ استناكي في العربيه. تمام. تعرف انك طلعتي حلوه زي الصوره بالظبط؟ صورة ايه؟ صورة وريهالي حسن على موبايله ليكي. كريم بليز لو تعرف مكان حسن قولي. ليه هتقبضوا عليه؟ لا يا حبيبي ما تخافش. في حد ممكن يتأذي جامد بس لو حسن ما ظهرش. حد مين؟ انتي؟ لا مامتي. والله لو اعرف هو فين كنت قلت. بس لما يكلمني هقول ان انتي جيتي. هو بيكلمك؟ اه ساعات بيكلمني يطمن عليا وابويا ما يعرفش. طيب ممكن تديني رقم اللي بيكلمك منه؟ بيكلمني من ارقام كتير. يعني ممكن يبقى من سنترالات او كشاك. طيب ممكن تقول له بليز يبقى يكلمني؟ حاضر. قالك ايه؟ هقول لك في الطريق. مش هاكل يا فايزه. جبتي اكل ليه؟ طب عشان خاطري والنبي. مش عايزه. طب قومي تعدلي النومه دي هتتعبك اكتر. مش قادره يا فايزه مش قادره. طب هقول لك على حاجه. انا هسندك وبعد كده بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه ايوه الحمد لله. ناكل بقى؟ لا انا مش عايزه اكل. يا حبيبتي مش هينفع عشان خاطر الادويه اللي انت بتاخديها. مفيش اخبار عن علي؟ اه استاذ راجي بيقول ان هم قربوا يوصلوا له. هو تلاقي بس تليفونه ضاع منه ولا حصل حاجه خليته مش عارف يتصل بيكو. ما اكلتش برضه ولا اي حاجه يا محمود بيه؟
طب انا هحاول اكلها. يلا روحي انت روحي. انا بقول ابيت معها النهارده. لا انا هفضل جنبها. يلا عشان ما تتاخريش. طيب انا هاجي بكره من بدري ان شاء الله. ان شاء الله. ايه رايك بقى يا حبيبتي انا وانتي نتعشى سوا؟ هو علي سابني ومشي يا بابا؟ ازاي قدر يسيبني ويمشي؟ ازاي يا بابا علي عمل كده؟ ازاي عمل كده؟ انت هو ده ليه يا خالته؟ ده انا قلت هتباتي. مدام الهام تعبانه قوي، انا ما شفتهاش كده من زمان، من ساعه ابنها علي ما كان مختفي. ايه لك يا زي ماما؟ عديت يا اختي على السوق، قلت اجيب شويه طلبات للثلاجه، زمانها فضيت. هي منفضه خالص عمتها. ولما هي عمتها منفضه خالص، ما هزتيش طولك الحلو ده ونزلتي جبتي طلبات البيت ليه؟ انت هتشيلي عني امتى؟ جرى ايه يا ماما؟ انت جايه تعبانه عايزه تطلعي همك فيا؟ يا اختي شايفاني تعبانه، ساعديني. روحي بدالي بيت مدام الهام لغايه ما تقوم بالسلامه. نعم يا اختي وانا مالي. طب ما هو انا اللي ممكن اروح يا خالته، هبقى استاذن من مدام نانسي وبروح اطل بس. ني حلوه انت. لا انا مش هحط النار جنب البنزين. طب ما هو استاذ راجل اللي طلب مني اني اروح، وبعدين هو كده ممكن يزعل مني ومنك على فكره. برضه لا ما تنهدينيش بقى وتوجعي قلبي. خلاص خلاص انت هتخانق قدامي، انا اروح وامر لله. يا اختي ربنا يريح قلبك زي ما ريحتيني. هدخل ارتاح شوية، بحط الحاجة في التلاجة. هباخدك معايا من ورايا يا هبلة، بس بعيد الجمايل. بجد؟ بجد؟ مش قادرة يا جدو، مش قادرة استحمل اشوفها تعبانة كده، وكمان انا السبب. جدو طب سوري هقفل واكلمك تاني، تليفون مهم. اوكي. ايه داليا؟ وصلتوا الحاجة؟ أنا اللي بتصل أسألك، لقيتوه؟ مفيش أي جديد يا داليا. طب لو حد فينا وصل لحاجة يكلمك تاني بقى. أوكي يا حبيبتي تمام. باي. إيه؟ طنط عاملة إيه؟ تعبانة. ماما كانت عايزة تزورها بس أنا قلت لها إن الدكتور منع الزيارة. آه طنط كلمتني وأنا شكرتها. طب وأنت إيه بقى تفضلي عاملة في نفسك كده كتير؟ علي مشي بمزاجه يعني أكيد هيرجع. ايه اللي مخليك متاكد ان علي راجع يعني؟ لا ما هو مش هيستحمل يرجع لحياه الفقر دي تاني. طب ما تفكريش كتير، يلا تعالي كلي تعالي كلي. يلا انت بتاكليش اصلا. ما تقلقش ان شاء الله كل حاجه هتبقى كويسه. اكيد يعني شويه وهيرجع، يعني هو هيروح فين؟ كل ما اخد خطوه لقدام برجع خطوه لورا. ورا قوي. برجع اليوم خطف علي. كأن الأيام ما بتعديش. أيوة بس علي المرة دي رجع، متهيألي الوضع مختلف تماما. اتفضلي انت على مكتبك. ملوش أثر لحد دلوقتي. أنا مستغرب إزاي خناقة عادية مع لينا تعمل كل ده. الحيوان بيحب لينا، ما قدرش يستحمل فكرة انها تتجوز وتسيبه. نسى نفسه ابن توفيق تربية الشوارع. بس انا غلطان. تلاقش يا راجل. الموضوع هيتلم في اقرب وقت وهنلاقيه. وبعدين يا فريد، هنخلص من الدوامة دي امتى؟ انا بقالي 20 سنة بدفع تمن غلطة واحدة. الو؟ مين معايا؟ عايز ايه؟ انا ابني لو حصل له حاجه مش هسيبك عايش لحظه واحده. انت فاهم؟ مش هسيبك. مش هسيبك. الو الو راجي
أنا عارف إنه مش وقته، بس في حاجة مهمة حصلت وأنت مسافر. خير؟ محمود بيه زارني في مكتبي، سألني على عقود التوريدات. طبعاً هو معرفش يطلع مني بأي حاجة، بس الموضوع مش مطمني خالص. أنا أقصد ده كمان. طب سيبني أفكر في الموضوع ده لحد ما ألاقي له حل. وأنا أوعد حضرتك إني مش هتأخر، وهكون موجودة قبل رجوع تميم من المدرسة. ومين اللي هيعمل له الساندوتشات ويلبسه الصبح قبل المدرسة؟ أنا علمته يلبس لوحده، والساندوتشات ممكن أعملها له من بالليل قبل ما أمشي، أو هفهم ديلا هو بيحب إيه وهي تعمله له. ده أنتي مرتبة كل حاجة. غصب عني يا مدام نانسي، بس فعلاً المحاضرات دي مهمة جداً ولازم أحضر عشان الغياب. طب هو الأسبوع ده بس، واعملي حسابك إن إحنا بعد كده هنرجع زي ما كنا بالظبط. أنا مش محتاجة غير أسبوع. شكراً يا مدام نانسي. عفو. عن إذنك. اتفضلي. انتي مالك بتتكلمي حلوة قوي مع الست زفتة دي؟ عايزاني اعمل ايه يعني؟ عايزاني امشيها؟ همشيها، بس اعملي حسابك ان الترم بتاع اخوكي لسه ما خلصش، فانتي بقى هتشيلي مسؤولية مذاكرته وصحيانه ومدرسته. سيبينا بقى من الكلام الفاضي ده يا اروى لو سمحتي، وركزي معايا في المهم. عايزاكي تقربي من مروان الفترة دي. اعمل ايه يا مامي؟ ما هو مش مهتم بيا وبيرخم عليا. ما تكبري بقى يا اروى وتعقلي وقدري الظروف اللي بيمروا بيها. خلي مروان يحكي لك وتسمعيه اللي حصل ده في مصلحتك عشان تقربوا من بعض تاني. الو؟ ايوه يا باشمهندس اسامة. خير؟ وحضرتك عرفت منين؟ يا مدام نانسي، اللي بيحب حد بيبقى مهتم انه يعرف كل اخباره. انتي ما تعرفيش انا حالتي بقيت عامله ازاي من ساعه ما عرفت اللي حصل لها. لا انا مش عايز اي حاجه، انا عايز بس اطمن عليها مش اكتر من كده. ارجوكي اسمحيلي بس اكلمك من الوقت الاخر اسالك عليها. ارجوكي يا مدام نانسي اسمعيني. طب ممكن بعد اذنك لما تقابليها تبلغيها سلامي؟ مدام نانسي، مدام نانسي. يا لولا ما تخفيش، مش هتعرف انك جيتي. طب وتفتكري هتقولها؟ قصدك إلين؟ يس. ثانك يو، مفيش حاجه. انتي هقول ايه بس يا بنتي؟ اطمني، تفكري اني خالتك بتورتن معايا؟ امي اخرها ايه؟ بليز ويلكم وثانك يو. يلا هسيبك انا بقى وانطل. انت هتستهبلي؟ لا بقول لك ايه، انا وافقت اجي عشان اجيبك في ديلي، شغل بقى ماليش فيه. ندله ندله يعني. بس عايش. صباح الخير. صباح النور. بابي بجد مش قادرة افطر خالص. خلاص يا حبيبتي نفطر في اي حتة بره، لسه معانا وقت. طيب اوكي. يعني خلاص محدش هيفطر هنا؟ لا يا حبيبتي خلاص، بس بصي مروان نايم، ممكن لما ينزل شوفيه عايز يعمل ايه. ليلى انا اسفة بجد، بنتعبك معانا قوي. مفيش تعب ولا حاجة. كل راجي زي حضرتك. ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله. انا لو مروان رايح لطنط الهام هروح معاه. تنوري يا حبيبتي، سلمي لها على ماما. حاضر. باي. لينا هاي حبيبتي، عامله ايه؟ تمام كله كويس. ممكن لو احتجتي اي حاجه تبي تقولي لي. حاضر. ثانك يو ارو. يور ويلكم. باي باي.